حسن زين العابدين، انا شوي ديريكتور دو لا سوسيتي ترونيكو اتلاس. اليوم سنحتفلوا بالذكرى 20 لمرور لبدايه الشركه ديالنا في العمل هنا في المنطقه الحره. بدينا في 2004، اليوم 2024، 20 سنه ديال العمل. عندنا اليوم 400 عامل، 410 ديال العمال، منهم 20 مهندس اختصاصي في التطوير، اخرين كاينين مهندسين اخرين لكن بالنسبه لا برودكسيون. المهنه ديالنا عندنا ثلاثه ديال المهن. المهنه الاولى هي اننا تنصنعوا دي كارت الكترونيك ورقائق ولا الكترونيك بالنسبه للطائرات، ماين الطائرات. وعندنا واحد الاكتيفيتي اخرى اللي هي تنطوروا دي ماشين دو تيست، لا دي بون دو تيست ديال اندستريال. وعندنا مهنه اخرى هنا تنديروا دي كونفيرتيسور دي انرجي بالنسبه للسيارات الهيدروجين ولا لي شارجور فان الكهربائيه، ديال السيارات الكهربائيه. دونك عندنا اربع ثلاثه ديال اكتيفيتي. اليوم تحتفلوا بذكرى مرور 20 سنه للبدايه ديال الخدمه ديالنا هنايا. هذا نهار كبير بالنسبه لنا. شكرا لكم على التواجد ديالكم هنا وشكرا. أورنيك فوزيه، جو سوي شارجي اوردونونسمون اي بلانيفيكاسيون حاليا في الشركه ترونيكو اتلاس. انا جيت للشركه وانا عمري 29 سنه، دوزت فيها 20 سنه، يعني تقريبا دوزت فيها نص ديال عمري. بالنسبه لي ترونيكو اتلاس سي ما دوزيام فامي، العائله ديالي الثانيه اللي كندوز فيها هنايا الوقت ديالي تقريبا كامل. هنا خدمت مع ناس اللي خدمت معاهم 20 عام، خدمنا 20 عام، سكننا مع بعضياتنا في لو ديبي، يعني في الاربع سنين الاولى سكننا مع بعضياتنا، تقاسمنا الحلوه والمره. واليوم انا كنتواجد هنا في هذا الحفل اللي دايره الشركه ترونيكو اتلاس بمناسبه ان كملت 20 عام. فريمون اليوم سعيده بزاف بتواجدي في هذا الحفل.